بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع يعني يعقد البرلمان العربي اليوم جلسة مهمة جدا، خصوصا في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها الوطن العربي، لا سيما التي يمر بها الوطن العربي والظروف التي يعني طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي إن كان أو القيادة العربية الداخلية في يعني تسليط الضوء عليها وإيجاد حلول مهمة جدا فيها، لا سيما الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على السفارة السعودية وعلى التدخل في الشأن الداخلي العربي والذي نرفضه جملة وتفصيلا، ودعينا في السابق ولا زلنا ندعو إيران إلى احترام القوانين الدولية واحترام مبادئ مبدأ يعني حسن الجوار ويعني تطبيق الاتفاقيات الدولية التي أبرمت والتي وقعت عليها، وكذلك يعني رفضنا في السابق ونرفض ولا زلنا نرفض وسنرفض في المستقبل تدخل إيران في الشؤون الداخلية للوطن العربي وأي دولة أخرى مجاورة للوطن العربي في شؤوننا الداخلية. نحترم الجيران ولدينا قيادة عربية نحترمها ولدينا قمة عربية، وكل من لديه أي إضافات إيجابية في تحسين العلاقات وتطوير العلاقات بين يعني في المنطقة أن يذهب إلى القيادة العربية وإلى البرلمان العربي ومثلي الشعب العربي لمناقشة هذه القرارات. من الأمور المهمة جدا أيضا التي نناقشها اليوم هي وثيقة الشباب، وما للشباب من دور متميز في صناعة المستقبل وما يعول عليه الوطن العربي لبناء مستقبل آمن للشباب. فهناك مشروع وثيقة سوف ترفع لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو للنظر فيها والتصديق عليها. الآن البرلمان العربي يناقش هذه الوثيقة ويضع اللمسات الأخيرة التي من شأنها أن يعني تفسح مجال كبير للشباب في صناعة المستقبل القادم. كذلك يعني في الكلمة تناولنا كثير من القضايا المهمة جدا وأهمها القضية الفلسطينية وتنديد البرلمان العربي بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أبنائنا وأهلنا في فلسطين، لا سيما الحملة الأخيرة في القدس والتي يعني طالت الاغتيالات وطالت الإعدامات المباشرة في الشارع، ووقوف البرلمان العربي خلف الدبلوماسية الفلسطينية في حمل هذا الملف في المحافل الدولية. أيضا العراق وما للعراق من دور مهم في الوطن العربي وبناء يعني الوطن العربي. ركزنا على الدور المطلوب والمنوط بمكونات الشعب العراقي والقيادة العراقية بتعزيز وإضافة وزيادة العمل العربي المشترك بما يخدم مصلحة الأمة العربية أولا ثم المجتمع الدولي ثانيا. كذلك بما يخص ليبيا هناك قضية مهمة جدا وهي بأن البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي برفع السلاح عن الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب ولي يعني تأمين الحياة اليومية للمواطنين الليبيين، وأن تكون هناك حكومة وفاق يتفق عليها الليبيين في الداخل، وأن يكون دور للأمة العربية ولجمع الدول العربية في صناعة مستقبل ليبيا الحاضر الآن، وأن لا تكون هناك حكومة مفروضة يركز على فشل الدبلوماسية الدولية في محاربة الإرهاب، حيث هناك امتداد طويل الآن للإرهاب وهناك يعني حشود عالمية ودولية وأمريكية وروسية ومن كل حد من وصوب أتوا لمحاربة الإرهاب. هل هناك فشل في يعني السؤال الذي نطرحه ويطرح نفسه، هل هناك فشل في القوى الدولية في محاربة مجموعة من الإرهابيين، أم هناك أمور أخرى، أم هناك استراتيجيات أخرى؟ فنحن في البرلمان العربي نندد ويعني نستنكر إذا كانت هناك أي يعني أي توجهات أخرى لزرع وزعزعة الأمن عندنا في الوطن العربي. نحن لدينا شراكات مع المحيط بالوطن العربي ولدينا شراكات دولية ونحن شركاء في صناعة الأمن والسلم الدوليين، فلا بد أن تأخذ هذه المعايير بحزم. كذلك وأنهي بأننا نحن في البرلمان العربي ساندنا والبيان الصادر من جامعة الدول العربية مؤخرا بشأن الملف السوري عفوا الملف الإيراني العربي، ونقف خلف يعني البيان الذي وندعم البيان الصادر من وزراء الخارجية العرب، ونتمنى أن من إيران ونطلب من إيران أن تبني لمستقبل أبنائها منطقة آمنة بعيدة عن الحروب وبعيدة عن الإشكاليات، وندعم أيضا توجه المملكة العربية السعودية في يعني الرفض التام لأي حروب في المنطقة في المستقبل إن شاء الله.